واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. على فكرة خلص المعنى، بس تلاقي الله جل في علاه، لأن هذا المعنى يحتاج إلى توكيد وتأكيد، فيقول إيه؟ ولا تعد عيناك عنه. طيب لو ده حصل معنى إيه؟ تريد زينة الحياة الدنيا، وإيه كمان؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه. اللي قلبه غافل ده اسمعش كلامه، تمشيش معاه، واتبع هواه وكان أمره فروطا. حاوط نفسك بصحبة صالحة، حاوط نفسك صحبة صالحة ايه ده كان زمان، حاوط نفسك بصحبة صالحة مصلحة. زمان زمان كان الكلام اللي صح اللي اتقال ايه، حاوط نفسك بصحبة ايه صالحة. لا الكلام ده مش السنة دي، لا الكلام ده اتلغى خلاص، كان فيه وخلص. عايز كان فيه وخلص. ايه اللي موجود دلوقتي؟ لو حاوطت نفسك بصحبة صالحة تقع، لا دي تبقى صحبة ايه صالحة مصلحة عشان تعرف تكمل، لان ازماننا اللي احنا فيها دي الموضوع مش سهل.